كما فاز نادي الوادي فرتك على نادي الإسكان خيبل في المباراة الافتتاحية لبطولة الوفاء للفقيدين علي با دينار وعادل با بطاط في مديرية سيحوت. وقبيل انطلاق المباراة نظم حفل افتتاح البطولة بنسختها الثالثة، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين. وفي الشوط الثاني سجل لاعب فريق الوادي فرتك عبد الرحمن با حميش هدف الفوز في المباراة لتنتهي بتغلب الوادي فرتك على الإسكان خيبل. الحمد لله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، اليوم الفوز كان من حليفنا على الإسكان خيبل. نشكر الله على الفوز ونشكر جهود اللاعبين على ما قدموا في مباراة اليوم، وأخواننا اللاعبين المحترفين من إبراهيم وعبد الرحمن اللي يسجل هدف الفوز. نشكر الشكر الجزيلا، وهذا الفوز نهديه لجماهيرنا الوادي العطشان مثل هذا الفوز.